فهذا الدم الفلسطيني مع وجود هذا الحشد الذي في غالبيته من الجيل الشاب الذي في الحقيقة يتوق إلى النضال الوطني يستحق منا أن نعمل من أجل أن نتحد جميعا ونواجه هذا الاحتلال بوحدتنا وبكل إمكانياتنا. سلام عليكم من قلعة زياد العامر ومحمود طوالبة وأبو حلوة وأبو جندل من مخيم جنين، من محافظة جنين، من ريف جنين، من مدينة جنين. السلام على كتائب شهداء الأقصى وهي كالقدر المؤزر. السلام على أبو علي المصطفى وهي تغير كالقدر المؤزر. السلام على كتائب عمر القاسم وهي تغير كالقدر المؤزر. وخلفها عشرات آلاف الشباب شعارهم الله أكبر. كل التحية لأهلنا في برقين، القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكل الأسرى الأبطال. والتحية كل التحية للأصيل البطل خضر عبدان الذي يواصل معركة التحدي والإرادة إلى اليوم 83 في حرب الأمعاء الخاوية. وتحية للأسير وليد دكة، وأثبتت بأن برقين ليست كباقي البلدات وليست كباقي المناطق. برقين العزة، برقين الفداء. أهالي الشهداء يسألون من سيعيد جثمان أبناء الشهداء؟ إذا جثمان الشهيد مش قادرين نرجعه، كيف بدنا نرجع فلسطين؟ كيف بدنا نرجع القدس؟ أيها الأحبة، أيها المناضلون، أيها الأبطال، أهلنا في برقين تقدم أسرانا خلف القضبان. ما زال يشتت شعبنا في كل مكان، ما زال يبني الجدار ويسرق مياهنا ومياهنا وجونا.